والله والله انا اسمحوا لي اعبر بهاللفظ، والله عيب عيب يمر علينا يوم ما نقرا صفحه من كتاب الله. اللي يبغى اموره تتيسر يقرا القران، اللي يبغى وظيفه يقرا القران، اللي يبغى رزق يقرا القران، اللي ترى وتريد زواج تقرا القران، اللي بينها وبين زوجها مشكله وتريد ان يصلح الله الامر تقرا القران، اللي يريد المال الحلال يقرا القران، اللي يريد الرزق والحلال والبركة والهدى والتقى والعفاف والستر يقرأ القرآن. القرآن فيه كل شيء تبيانا لكل شيء. القرآن مو بجريدة تقرأ، كل ما قرأت جزء أو آية أو سورة أو تجاوزت شيئا من كتاب الله اعلم أنك أنت المغتنم. غنيمة أمتنا وش كانت؟ اقرأ التاريخ يقول كنا أمة نرعى الغنم، ما عندنا شيء، نتذابح يتذابحون على الشاة والبعير مجانين. كانت أمة قاسية والله أخبور، كانت أمة تعبد صنم خشب ويعبدون صنم من تمر، وكانت أحوال الأمم ضايعة حتى جاء القرآن وحدل الدنيا وتغيرت السلوك وزانت أحوال الناس. من يوم كنا نرعى غنم حتى قدنا الأمم. الشافعي يقولون جاء رجل قال له ودي أشوف الرسول في المنام عليه الصلاة والسلام، فقال له الشافعي أبعطيك أمر تسويه وبعدين أبلغك ماذا تصنع حتى ترى النبي في المنام. قال وشو؟ قال تقلل من شرب الموية، لا تشرب الماء، وحدد له مدة، وإذا جلست أو أردت تشرب الماء حط في الموية ملح، وبعد كذا يوم تجيني. فالرجل نشف ريقه والملح زاده على ما يكون حاجة إلى الماء أكثر. فلما جاء الرجل بعد المدة التي حددت له قال له الشافعي ماذا فعلت؟ قال سويت اللي قلت لي. قال وش كنت تشوف في المنام؟ قال كل ما نمت أشوف أنهار وموية زينة وموية عذبة. قال ليش؟ قال إني عطشان وبحاجة الماء. قال لو كان شوقك للنبي عليه الصلاة والسلام كشوقك للماء لرأيته في المنام. حبيب المستمع، مو معناته إذا ابتليت أو صارت لك مصيبة إن الله رايد أن يعذبك. لا يا حبيبي، الله كريم، لكن الله عز وجل يبتليك أو يبتليك بمصيبة أو شيء حتى الله سبحانه وتعالى يحب أن يسمع منك أن تدعوه. أوقات الإنسان يكون بعيد عن الله سبحانه وتعالى، مقصر في عباداته وواقع في الذنوب والمعاصي، فالله عز وجل يبتليه ويبتليه بمصيبة، حتى المصيبة والابتلاء هذا يرده إلى الله عز وجل. كثير الناس لما ابتلاهم الله سبحانه وتعالى رجعوا إلى الله بالدعاء والافتقار والصدقة والصلاة والمحافظة. فأوقات الابتلاء يكون باب عظيم لك أن ترجع إلى الله سبحانه وتعالى. عند المصائب والابتلاءات يا أخي لا تزع ولا تقنط، تذكر أنه قضاء وقدر من الله سبحانه وتعالى، وإن الله رايد لك الخير. إذا أحب الله عبدا ابتلاه، فاصبر واحتسب وارجع. سيقول هل الجن يعلمون الغيب؟ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي سؤال الأخ هشام هل الجن يعلمون الغيب؟ الجواب لا يعلم الغيب إلا الله. قال الله جل وعلا قل لا يعلم الغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقال الله جل وعلا عن أكمل عباده رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن إلا نذير. الله. الآية في ألف لام ميم صاد الأعراف. ويقول جل وعلا في سورة الأنعام وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، قال صلى الله عليه وسلم مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، لا يعلم علم الساعة إلا الله، ولا علم ما في غد إلا الله، ولا علم الغيث متى ينزل وكم ينزل ومقداره إلا الله، ولا يعلم أحد متى يموت إلا الله، ولا يعلم إن الله عنده علم، ولا يعلم علم الساعة متى تقوم إلا الله. وقرأ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. فلا يعلم الغيب أحد،
لا من الإنس ولا من الجن، حتى الملائكة عليهم الصلاة والسلام، حتى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام لا يعلمون الغيب إلا ما أطلعهم الله على بعضه، والله أعلم.